ايه يعني ايه الدرس اللي احنا ناخده فنقوله لكل الناس اللي عندهم نفس التجربة؟ هو انا اعتقد ان هم ان احنا محتاجين نتعلم منهم. صحيح. يعني فكرة انه الدكتورة منال بتتكلم على المقال الجيد لمرضى التوحد، احد العناصر الاساسية علاقة بالتعاون، ايد واحدة، الاب والام يكونوا ايد واحدة. فانا اعتقد انه البداية بان هم اتعلموا وان هم حطوا ودخلوه في ايدين بعض وعملوا خطة، عملوا خطة، مش بس كده بقى، ودخلوا المجتمع في الخطة بتاعتهم. يعني انا مبهور بصراحة بعد ما سمعت القصة، مش ان هم اكتفوا بان هم يشتغلوا على ابنهم وعلى نفسهم، وده اللي احنا محتاجين نسمعه منهم، لا هم كمان قرروا انه يدخلوا المجتمع كله في الحدوتة بتاعتهم. وانا عايز اعرف منهم، عايز اعرف منكم، جات لكم ازاي فكرة ان انتوا تدخلوا المجتمع؟ يعني بمعنى انه في ناس بيجي لها رغبة ان هي تدخل المجتمع في المشكلة بتاعتها وتحاول تغير في المجتمع علشان هي مؤمنة بالتغيير، وفي ناس بتخبي. لا انا عايز اقول حاجة تانية، في ناس بتسعى لتغيير المجتمع علشان يسهلوا على نفسهم المشاكل بتاعته. فاهم؟ انا اعتقد ان انتوا مشيتوا بالتوازن. المجتمع ازاي؟ يعني انتوا عملتوا، وصلتوا ان انتوا تدخلوا الجيران والمدرسة وشركات الطيران وهيئة المواصلات واكيد النادي يعني وصلتوا ازاي للمسألة ديت وانها تبقى بهجة وفرحة بدل ما هي تبقى يعني عبء عليكم واصحاب الولاد والمجتمع. احكيلنا يعني. هو الموضوع الحقيقة جاي ستيب باي ستيب كده، ما جاش مرة واحدة. الفكرة الأولانية ان انا كنت بشوف في ولادي الصغيرين ساره وجودي ان هم لازم يكونوا داعمين لاحمد، لازم يطلعوا، لان انا كنت بشوف ولاد، وللاسف واحمد صغير قبل ما يبقى عندي ولاد انا غير احمد، يعني كنت بشوف الناس بتخبي ولادها، وكنت بشوف الولاد ما بيردوش يقولوا للناس ان عندهم ولاد عندهم توحد، والامهات بتيجي تطلب ان يكلموا ولادنا عشان الولاد مش عايزين يقولوا حاجه عن الموضوع، كانها وصمه، وصمه، يعتبرها وصمه فظيعه. ده حقيقي. فعملتي ايه؟ فبدانا بقى مع ساره وجودي من هما صغيرين ان احمد ده هو يعني احنا مش احمد هو الكبير، لا ده احنا الكبار واحنا اللي هنعلم احمد. فبقينا نعمل، نجيب الجيران اصحاب ساره وجودي الاول وهما صغيرين خالص، ونعمل سيركل تايم على الارض ونقعد نلعب معاهم، وندخل احمد ان هو يبدا يلعب، وبدا الموضوع شويه شويه ان هما حاسين ان احمد لا بقى جزء، فبداوا يتكلموا عنه في المدرسه. فلما التيتشر بدات تتكلم، فبدات ساره تقول لها انا اخويا عنده اوتيزم، انا اخويا عنده توحد، فبداوا كل واحد بيعرف اخواته ايه، انا عندي ايه. فبعد شويه فكرنا بقى ان هم يبداوا يقولوا للجيران احمد بيعمل اصوات ساعات اكيد بتضايق الناس، احمد بيعمل في السويمنج بول بيتنطط بطريقه غريبه شويه ممكن تخض اي حد. فبداوا ان هم نعمل حمله توعيه صغيره كده الاول، ان احنا نعمل كروت ونكتب عليها في اليوم العالمي للتوحد ان التوحد كذا كذا، وانا اخويا ليه بيعمل كده. وبدات ساره وجودي يجيبوا بالونات زرقاء. كان عندهم كم سنه في الوقت؟ عندهم من اول يعني 5 6 سنين بالظبط. هي كانت الفكره، كانت مع بعض احنا عايزين نعمل حاجه للتوحد، والفكره ان احنا البالونات والازرق وان احنا نقول في المدرسه مسؤوليه جماعيه، ان انت دخلتهم معاكي وعملتوا كروت، وعملنا كروت وعملناها وطبعناها وعملنا لها لامينيشن، وبدانا عشان تبقى الكروت ما تترماش بقى، وكتبنا عليها وعملنا السيم بتاع التوحد جزء من بازل ومعاها بالونه، ونخبط بيت بيت هما الاثنين وانا بعيد، انا ما كنتش بروح معاهم، بس انا كنت بخاف حد يكون رد فعل غريب شويه. هما بداوا يخبطوا على البيوت، وساره وجودي، ساره تدي الكارت وجودي تدي البالونه، وساره تشرح يعني ايه توحد، ليه اخويا بيعمل كده، ليه اخويا وانتوا بتشوفوه في السويمنج بول بينط، ليه اخويا ايه المجهود الجبار اللي انتوا بتعملوه ده؟ استمتاع. انا رايي ان هم كانوا بيعملوا ده بمتعه، لان هم حاسين ان هم بيعملوا حاجه لنفسهم. أيوة، بالاساس إنجاز. هم بيعملوا دور بس مجهود لنفسهم يا سهير. وده انا رايي انه القصه ديت تتكتب كتاب، تدرس طبعا، مش بس على التوحد، على أسرة تتعرض إلى محنة شديدة فتحولها إلى منحة زي ما حضرتك وتساعد الآخرين، أو إلى إبداع، أو إلى تغيير اجتماعي. فده نموذج فعلا إحنا محتاجينه، محتاجين نتعلم منه.